يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معايا في قناة منوعات رودي، ولو انت اول مرة تشوفي القناة عندي ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك للفيديو. النهاردة بقى الحلقة بتاعتنا ان شاء الله هتكون عن تفريز الطماطم، ازاي تفرزي الطماطم بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي الصلصة بالظبط اللي احنا بنجيبها من بره اللي هي المعلبات دي. هنفرز النهاردة الطماطم عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين، قرب ان هو يجي اهوت ان شاء الله. انا معايا هنا 5 كيلو طماطم، انتي لو عايزة اقل من ال5 كيلو ممكن تعملي اقل من 5 كيلو. انا النهاردة هبدأ افرز 5 كيلو طماطم. هنشوف بقى احنا نقدر نفرزها ازاي، وعشان تبقى معاكي سليمة وما تبص معاكي، ولمدة 6 شهور تفضل معاكي تمام وكويسة. دلوقتي كده بقى بعد ما غسلت الطماطم بتاعتي خالص وشلت منها اللي كانت هنا كده وصفيتها جدا جدا من المية بتاعتها، هبدأ اشيل اي حاجة فيها مش كويسة عشان ما ينفعش اعملها بيها. وطبعا الحتة دي ما ينفعش تعمل بيها، انا بشوف ناس بتعملها بيها بس بغلط، ما ينفعش انك تعمليها بيها خالص علشان دي مش صحية خالص. فاحنا هنا دلوقتي نقوم جايين شايلين الحتة دي كلها ونشيل اي حاجة من الطماطم مش نظيفة او مش كويسة. نبدأ هنا بعد ما شلنا اللي فيها دوت، نبدأ هنا كده هنقطعها بقى 4 ارباع كده، وبعدين نحطها في حلة تكون غويطة جدا تعرفي تحطي فيها الكمية بتاعتك. دلوقتي انا قطعتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، حطيتها في الحلة كده وبدأت ان انا حطيتها على النار اهو، بس تكون على نار هادية، ما تكونش على نار عالية خالص، تحطيش عليها اي حاجة خالص، مفيش عليها اي مية خالص، مفيش عليها غير معانا هنا بنجر او شمندر. انا معايا 2 بنجر مقطعهم زي ما انتم شايفين كده عشان انا عاملة 5 كيلو طماطم. انت لو هتعملي اقل من كده، لو 2 كيلو او 3 كيلو يبقى كفاية بنجراية واحدة بس تكون كبيرة. انا هنا حطيت 2 بنجر علشان خاطر بس انا عاملة 5 كيلو. ودلوقتي بقى هسيبها على نار هادية خالص، وكل ما هتقل معايا كل ما اقعد اقلبها طبعا علشان ما تلزقش منك او كده، من حين لاخر تقعدي تقلبي فيها لحد لما تقل معاكي، وبعد كده نرجع هنشوف هنعمل فيها ايه ونغطيها، بس اهم حاجه تكون على نار هاديه خالص. دلوقتي يا بنات هي اتعملت معايا خالص اهي، ونزلت الميه بتاعتها خالص اللي كانت فيها، انا ما حطيتش عليها اي اضافات ميه خالص. الطماطم زي ما انتم شفتيها زي ما انتم شفتوها كده في اول الفيديو. هي دلوقتي دخلت التسويه اهي، والبنجر بتاعها برده اللي انا حطيته فيها او الشمندر استوى خالص معايا، ما عادش جامد زي الاول. هسيبها بس دلوقتي ان هي تبرد خالص ويبدأ السخونية اللي فيها بس تروح. بعدين كده انا بدأت ان انا احطها في الخلاط كده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى ان انا اطحنها كلها بنفس الطريقة، بعدين نبدأ بقى ان احنا نصفيها كده بعد ما طحناها، نصفيها كويس من البذر بتاعتها والطماطم بتاعها. ورجعت لكم تاني يا بنات اهو، بعد ما صفيت الطماطم بتاعتي خالص من المصفى رجعتها في نفس الحلة بتاعتي اللي كان فيها الطماطم في الاول، وهي شوفوا قد ايه تقيلة ما شاء الله. ده بقى دلوقتي ان احنا نسبكها معانا، هنحط هنا 4 معالق من الزيت، 4 معالق كبار من الزيت، هنحط كمان 2 معلقة كبار من الملح عشان الملح هو اللي بيحفظ معانا الطماطم، كمان هنحط 2 معلقة كبار من السكر عشان السكر بيحافظ على الطماطم برضو، 2 معلقة كبار، 2 معلقة كبيرة من السكر، و2 معلقة كبيرة من الملح، و4 معالق كبار من الزيت. هنبدأ بقى كده نقلبهم كده مع بعض، وبعدين هنسيبها لما تتسبك خالص، وبعد كده نبدأ ان هي نطفي عليها. كده يا بنات زي ما انتم شايفين الطماطم بتاعتنا بدأت ان هي تتعمل خلاص، اتعملت خلاص الصلصة بتاعتنا ما شاء الله. هي كده دلوقتي زي ما انتم شايفين تقيلة قوي يعني. احنا دلوقتي بس هنبدأ ان احنا نسيبها تبرد بس شوية.
اول حاجه احنا معانا البرطمانات بتاعتنا اللي هنفرزن فيها الطماطم بتاعتنا. اول حاجه بنعقمها كده زي ما انتم شايفين. انا حطيت البرطمانات بتاعتي، هي برطمانات عاديه اللي هي كانت بتاعه المربى والحاجات دي، لازم تتعقم كويس جدا زي ما انتم شايفين في ميه كده. بدات ان هي تغلي اهي. بعد كده هبدا احط عليها كمان شويه من الخل علشان خاطر ان هي تتعقم خالص معايا. كمان لازم نحط معانا الغطيان بتاعت العلب المربى بتاعتنا، وكمان الغطيان بتاعتنا ما ينفعش ابدا ان هي تبقى مصدية، عشان لو مصدية معاكي او كده ممكن تبوظ الطماطم معاكي. فهنا لازم يكون كمان الغطيان متعقمة زي البرطمانات. هنبدأ هنا كمان نحط عليها مية سخنة كده مغلية علشان تبتدي ان هي تغلي معانا. لازم المية تكون مغطية خالص البرطمانات علشان خاطر البرطمانات بتاعتنا تكون متعقمة خالص 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 بالمية المغلية. بكده يكون احنا حطينا كل المية بتاعتنا خلاص. هنسيبها بقى ان هي تغلي شوية، يعني تغلي بتاع 10 دقايق مش اكتر. دلوقتي كده خلاص احنا طفينا عليها، هي قعدت بتاع حركة يعني بتاع 10 دقايق كده ولا حاجة، تغلي كده لحدات لما اتعقمت كويس. دلوقتي بس انا هستنى عليها بس تهدى حبة عشان اعرف اطلع بقى اطلع بس البرطمانات علشان طبعا سخنة قوي. وبعد ما اطلعها هبدأ احط بقى الحاجات دي، ابدأ احط كده بتاعة التلاجة دي علشان اعقمها هي كمان، ادوات التلاجة كلها علشان تتعقم. بعد كده وبس لازم اصفيها خالص من المية بتاعتها. دلوقتي كده احنا حطيناهم على فوطة نظيفة خالص زي ما انتم شايفين عشان يبدأ ان هم يتصفوا خالص من ميتهم، انا مش عايزة فيهم اي مية خالص اي مية. دلوقتي بقى كده بعد ما صفينا المية بتاعتهم خالص قلبناهم على ظهرهم كده زي ما انتم شايفين، على وشهم كده زي ما انتم شايفين، علشان اي بخار فيهم او اي حاجة تروح منهم من المية. ويلا نكمل بقية الطماطم بتاعتنا. كده دلوقتي بدأت ان هي بردت معانا خالص. عايزة اقول لكم بس على حاجة، لازم المعلقة اللي هتاخدوا بيها الصلصة ما تكونش فيها مية خالص خالص خالص، يعني مش عايزين مية عليها خالص، تكون ناشفة من المية. وتبدأي هنا بقى انك تحطيها في البرطمانات بتاعتك اللي احنا عقمناها مع بعض. ودلوقتي كده يا بنات احنا حطيناها اهو في البرطمانة. لو في اي بقى زيادات من هنا كده من حوالين البرطمان او من بره البرطمان، هنجيب معانا منديل من بتاع المطبخ بتاعنا، وكمان هنجيب شوية خل كده في مطبقية ونبل المنديل بتاعنا من الخل ونعصره كويس من الخل، وبعدين نبدأ ان احنا نمسح بقى البرطمان بتاعنا بالراحة كده خالص اهو، من بره ومن جوه، مش بميه، بخل كده تمام. هنا بقى نبدأ نجيب الغطيان بتاعتنا، حاطينها كده في ميه سخنه زي ما انتوا شايفين كده اهيت. وبعدين نجيب الغطيان بتاعتنا من الميه السخنه دي، تبدأي انك انتي تصفي بس البرطمانات، تصفي الغطيان كويس جدا من الميه لحد لما تتصفى. اهم حاجه انا عايزه غطا معايا يكون سخن بقى، نغطي البرطمانات بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، وما تخافيش من اي حاجه اهو، حتى لو عليها مية من فوق شوية سيبيها ما تقلقيش من حاجة خالص. هنا دلوقتي احنا جبنا حلة كده زي ما انتو شايفين عشان هنبدأ ان احنا نحط البرطمانات بتاعتنا جوه هنا كده، بس عشان نحطها على طول هنا ما ينفعش نحطها على الحلة على طول عشان البرطمانات بتاعتنا ما تتكسرش معانا، او لا قدر الله ما تضربش او كده. فانتي تحطي في الحلة من جوه، لو عندك مصفى سلكة او اي حاجة سلكة عشان تبقى عازلة الحرارة من عليهم على طول حطي المصفى، ما عندكيش احنا هنجيب فوطه كده زي ما انتم شايفين، في فوطه نظيفه كده هنبدا ان احنا نحطها كده هنا في الحله. وبعدين هنبدا نحط علب الصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هنبدا نحطها على النار. وبهنا كده بالطريقه دي كده حطيناها في ميه اهي على النار، هتبدا ان هي تغلي معانا. لما تبدا تغلي معانا هنغطي عليها
ونسيبها بس كده يا بنات. ودي تخزين الطماطم بتاعتنا، صلصة الطماطم بتاعتنا بعد ما خلصت خالص اهي. شوفوا قد ايه طالعة لونها جميل واحسن من بتاعت بره بكتير. احنا بتاعتنا تختلف من بتاعت بره بحاجتين. اول حاجة اللي هي مفيش فيها مواد حافظة خالص. تاني حاجة مفيش فيها نشا، لان بتاعت بره بتبقى فيها نشا بيبقى فيها الوان طعام كتير جدا. وتيجي تبصي الطماطم مفيش فيها اي طماطم. فاحنا هنا عملنا الطماطم بتاعتنا كلها خام زي ما انتم شايفين، وكلها بحاجات صحية. بس كده. هنا بقى دي صلصة الطماطم، تقدري تحفظيها، تقدري تقعد معاكي 6 شهور بره التلاجة. بس لما تيجي تفتحي البرطمان بتاعك، يا ريت ما تعم يعني ما تاخديش منه بمعلقة فيها مية او كده، علشان ما يرجعش يبوظ معاكي او يحصل فيه عفون. فيا ريت ما تاخديش بمعلقة فيها مية خالص خالص خالص. وكمان لما تفتحي البرطمان تاخدي منه، هو يدوبك اسبوع وتخلصيه. هنا كمان احنا عملنا مكعبات الطماطم دي كمان علشان خاطر الفول. لما تعوزي تعملي فول بطماطم او اي حاجة، مثلا هتعوز منك طماطم حاجات بسيطة، تعمليها بنفس الشكل ده كده وتحطيها في الفريزر. كل اللي عليكي بس تعمليها هتغطيها بالكياس اللي هي بتاعت التلاجة، تلبسيها الكيس بتاع التلاجة ده وتحطيها في الفريزر تجمد. وبعد لما تجمد شيليها من البتاع بتاع التلاجة ده، من القالب بتاع التلاجة، حطيها في اكياس تلاجة وحطيها عندك بقى في قلب الفريزر. كل ما تعوزي منها خدي واحدة او اتنين واشتغلي بيها. ده عشان الفول والحاجات البسيطة. هنا كمان لو انتي مش حابة تعملي ولا ده ولا ده، او حابة تعمليها في اكياس تلاجة كده زي ما انا عاملاها لك، تقدري برضو انك انتي تعمليها في اكياس تلاجة. ما توقفيش نفسك على اي حاجة خالص. بس انصحكم بحاجة، لما تيجوا تعملوها يا ريت تعملوها بكميات كبيرة، علشان خاطر هي متعبة شوية. فلما تعمليها بكمية كبيرة تقوم تحسي بالنتيجة اكتر. يعني متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. واشوفكم على خير ان شاء الله. وعايزة ولايك حلو كده منك. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات احلى واحلى.